يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. حلقتنا النهارده مميزه جدا ومختلفه جدا، ان هنتكلم عن حاجه اول مره نتكلم عنها في برنامجنا وهي مصارعه المحترفين. هناخدها بكل تفاصيلها واسرارها، ولا حقيقه ولا تمثيل، وهل فيها حقيقه ولا تمثيل، وهل هي موجوده في مصر ولا مش موجوده في مصر، وهل تم عروض قبل كده في مصر ولا مش ما فيش عروض ليها في مصر. من كل الجوانب هناخدها. بس قبل ما نروح لموضوع حلقتنا النهارده مصارعه المحترفين، خلينا اقول النهارده مبروك نادي الاهلي الفوز على الهلال السوداني 2-1. الشوط الاول كان جيد من النادي الاهلي، ادى اداء متميز، لعب كورته المعروفه، احرز هدفين، الهدف الاول كان لحسين الشحات والهدف الثاني رمضان صبحي من ضربه جزاء. نزل الشوط الثاني كان المستوى اقل من المتوسط، كان يعني الاهلي ضمن المباراه، بيلعب لعب تقليدي، بيباصي في نص الملعب، بيرجع بيروح، ما عندوش الحماسه. في اخر 3 دقائق من الوقت بدل الضيع في الدقيقه 97 بالظبط، في غفلة كده من ورا المدافعين كرة تتلعب، الهلال السوداني يحط الهدف. أولا مبروك للنادي الأهلي 3 نقاط، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق في المباريات القادمة. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي ومزيد من التقدم، وإن شاء الله بإذن الله توقعات هيكون أول المجموعة. سنة نخش على العاش. أنا بشكر جدا كل اللي بيبعت الفيديوهات، طبعا مبادرة عاش الحمد لله مكسرة الدنيا كلها، بيجي لي كمية فيديوهات ممتازة ممتازة ممتازة، بيجي لي كمية ناس جديدة لسه ما بتلعبش رياضة بتبدأ معانا بالرياضة، إن كانت بتجري أو بتعمل أي حاجة بتبعت لي الفيديوهات. أشكركم جدا، وبشكر جدا المتميزين اللي بيتفننوا في اللعبة اللي بيلعبوها، أيا كانت اللعبة بيبعتوا لي فيديو خاص جدا ليهم وبيبعته لي عشان أعرضه. مبادرة عاش، أي حد بيمارس رياضة صور الرياضة اللي أنت بتلعبها وبعت لي فيديو، هزعه لك في فقرة عاش زي ما هنشوفه كمان شوية. وأي حد ما بيلعبش رياضة ابدأ معايا برياضة، يلا أقول لك عاش، هنزع لك الفيديو بتاعك في كل حلقة. يلا بينا على عاش ونرجع تاني.
عاش. شكرا لكل بعتنا فيديوهات، واي حد برضه بيتابعنا صور لفيديو لاي رياضه بتلعبها وابعته لي، واي حد بيمارس رياضه صور لفيديو لاي رياضه حتى لو جري وابعته لي، هزولك معايا في فقره عاش الحلقه الجايه. وشكرا لكل اللي بعت لنا فيديوهات، وشكرا للمتابعين معانا لمبادره عاش اللي بدات تنتشر في مصر بحاله. خش في موضوع حلقتنا النهارده، المصارعه الحره، اسرارها ايه، دنيتها ايه، كواليسها ايه. خليني ارحب بس الاول بالكابتن وليد فتحي، لاعب ومدرب مصارعة محترفين في مصر. يا مساء الفل يا كابتن. منورني. نورك. وارحب بالكابتن حسين فرحات، لاعب ومدرب مصارعة محترفين من دولة الكويت الشقيقة. يا مساء الفل عليك. مساء النور حبيبي. منور مصر اولا، ومنور قناة الصحة والجمال. نورك حبيبي. الله يخليك. نبدا منين؟ المصارعة المحترفين بالنسبة لنا احنا كمصريين بنتابعها، اللي بيحب لاعب معين او اللي بيتابع لعبة معينة داخل اللعبة، إذا كانت في القفص أو ليها حاجات كتيرة، في الآخر اتنين بيضربوا في بعض، واحد بيكسب إن كان بلمس أكتاف أو إن كان في قاعدة معينة في اللعبة مختلفة، مثلا شنطة فلوس أو بيعرفش. شفنا برضو أندرتيكر ومعرفش كين، معرفش مين بيحط مين، بيدفن مين، مين بيحط مين في العربية، مين هيخرج من القفص الأول، حاجات كتيرة وقواعد غريبة. هي دي معلوماتها عنا في مصر. نبدا منين؟ ايه هي طب مصارعه المحترفين بدات امتى؟ هي ايه؟ والهدف منها كان ايه؟ هبدا بيك يا كابتن وليد. مصارعه المحترفين تاريخ بدأها مش عارف قوي، ممكن محمد مصطفى يتكلم في الموضوع ده. معانا طبعا برضو في الفقره الثانيه كابتن محمد مصطفى، المعلق الرياضي الخاص بلعبه مصارعه المحترفين في مصر والوطن العربي. انا هكلمك مصارعه المحترفين دي مهنه ترفيهيه. مهنه ترفيهيه. مهنه. مهنه. على شكل رياضي. طب هي لعبة؟ لا مهنه. ما ينفعش اقول عليها لعبة، مهنه. طب ليه ما تقولش عليها لعبة؟ اللعبة دي يعني زي بيبقى لها قواعد، لها قوانين، احنا بنتنافس. تمام. تمام. عشان ناخد مراكز وكلام من ده، زي الكونفو، كيك بوكسينج، والماي تاي، والكاراتيه، والجودو، كتير خالص، والملاكمة، والمصارعة الروماني، المصارعة الحرة. مصارعة المحترفين عبارة عن شركات فيها ناس. يعني ايه شركات برضو عشان افهم؟ المصارعة مش اتحادات رياضية، مصارعة محترفين مش اتحادات رياضية، شركات. شركات زي دبليو دبليو اي. يعني دبليو دبليو اي دي شركة؟ شركة طبعا، شركة عالمية، امبراطورية، امباكت. طب الشركة عبارة عن ايه؟ يعني مصنفة شركة ايه؟ شركة ترفيهية بتقدم. شركة ترفيهية. شركة انتاج بتقدم عروض ترفيهية. شركة انتاج بتقدم عروض ترفيهية. يعني افهم من كلامك ان انت بتقول لي المصارعة دي شو تمثيلي؟ ما ينفعش ولا شو تمثيلي برضو. امال ايه؟ ما في احتكاك وفي ناس بتتعور، في ناس في حركه وفي نشاط في رياض. بص، هي خليط من الاثنين. تمام. ما بين شو وما بين رياضه. بمعنى ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. انت ممكن ايه اصنفها لك ببساطه كده، زي السيرك كده. صارت محترفين ممكن تقول عليها زي السيرك كده. طب السيرك استعراض بيتدربوا عليه، زي البليه. ايوه بيقدموه. ايوه، بس انت معرض للخطر، ومعرض ان انت وفي احتكاك وبتتعب وبيحصل لك مشاكل وبيحصل لك اصابات وكلام من ده. فالموضوع طب حقيقي. لو قسمتها نسبه كام لكام في ايه من الشو للرياضه؟ هي اساسا شو، عشان تعرف تستمتع بيها ونتحكم فيها لازم تبقى شو. لازم تبقى شو. طبيعي. طب والرد الافعال والحاجات دي اللي احنا بنشوفها على ده احنا محترفين، فاحنا بنقدر نطلع الشكل اللي انت بتشوفه ده. محترفين. انت بقالك كام سنه بتلعب مصارعه؟ 8 سنين كده. 8 سنين. يعني الشو ده بتبقى متدرب عليه قبليه والكلام ده ولا؟ بص، مصارعه المحترفين لها قواعد. لو مش عايز نخش. لا 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 عادي. لا لا عادي عادي. انا ممكن اقول لا 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 كلام الموضوع بسيط خالص. مصارعه المحترفين لها قواعد. تمام. تمام. واول قاعده السيف، الامان، السيفتي. اول قاعده ده المبدا الاولاني، الأمان. لازم احافظ على نفسي واحافظ على بيصارع معايا عشان بكره نقدر نصارع تاني. استنى بس. تاني يعني مصارعه المحترفين اول حاجه فيها احافظ على المصارع اللي قدامي. طبعا. لا 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 خالص. طب اللي احنا بنشوفه وشواكيش ما احنا محترفين اول درجه، اللي انت بتشوفه ده بتحس بيه. انا شغلتي ان انا اخليك تحس بالكلام ده. لكن لا طبعا مفيش خالص خالص. وان حصلت اصابه حصلت اي مشاكل بتبقى بره بره بره، يعني خطا، بيبقى خطا. انت دمرت كل اللي بيشوفوا ليه المصارع. دي المشكله. بس الموضوع صعب. بس خلي بالك، وفعلا بقى لنا 3 4 سنين كده بنقول ايه، فيها نوع من التمثيل. هي شو طبعا، فيها شو نوع من التمثيل. انت بتقول لي معظمها شو تمثيل. هي شو كامل 100%. طيب. كامل. هروح للكابتن حسين.
انت من الكويت، لعبت في الكويت ولا برا؟ لا انا لعبت برا، لعبت بكندا. كندا. انا بديت مشوار المصارعه المحترفين من 2006. 2006 14 سنه حاليا تقريبا. 14 سنه. دخلنا بال 14 في كندا. بكندا شو برضو ايه كلامه ولا هو كله شو كلها شو؟ هو الحين انا اعطيك اياها شلون تتدرج عندك حق المصارعه الحره او نقول المصارعه المحترفين. هي كان قبل مسمينها المصارعه الحره. المصارعه الحره. المصارعه الحره دي لعبه ثانيه. هم كانوا قبل كانوا مسمينها مصارعه حره، بعدين غيروها خلوها المحترفين عشان هي شو، خلوها انترتينمنت. تمام. قبل كانت لا، كانت المصارعه حره. الانترتينمنت يعني هو اول شيء عندك هو السيفتي مثل ما قال اخوي. السيفتي لازم تحافظ على اللاعب. لازم ايوه لازم تحافظ على نفسك وتحافظ على المصارع اللي قدامك. ان حتى الحركات بدقه، لازم تعرف حتى الحركات بالبيسك. من اول ما تعرف البيسك حتعرف الحركات الثانيه بعدها. طب ثواني، انت بتقول لي شو؟ هل بيتم الاتفاق على المباراه بتطلع بالشكل ده، او الشو بيتم يعني ان انا اعمله بالشكل ده؟ لا ما في، هو مو انه هو اتفاق، انت حتلعب. انت تلعب. هلعب. هتلعب. طب مين هيكسب ومين هيخسر؟ هذا البروموتر هو اللي بيقول. مش المباراه. لا لا لا، البروموتر هو شوف كل ده كبير. لا لا لا، هو الكل حيقول لك. يعني في 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 فيلم اسمه ذا رسلر. ذا رسلر. ايوه ذا رسلر، شوفه حتتعلم شنو هو المصارعه. المصارعه. وفي فيلم ثاني حق طيب. المصارعه بيج. طيب خليني اسالك سؤال. انت لعبت في كندا؟ لعبت في كندا. طيب وانت اساسا كويتي حاليا في مصر. يعني ادي ثلاث دول انت كنت موجود فيهم، شفت المصارعه في كل دوله بشكل ما. في اختلاف ولا في كل الدول واحد؟ لا مش كمصارع، انا بتكلم كجمهور. كجمهور لا، كجمهور عندك الجمهور اكثر شيء خلينا نقول حق اللي برا حيكون امريكا والدول الاجنبيه. خلينا في كندا. كندا لا، جمهورها يوصل 100. ما بتكلمش على العدد، انا بتكلم على الفهم. لا او الفهم كندا كتير. طيب مختلفة. طيب هخش في اللعبة. مختلفة في كندا، في كندا عن مصر، عن 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 الكويت، او عن بعض الدول. التدريب من اللي يدرب هو التدريب اللي مختلف. التدريب مختلف. طب القواعد اللعبة مختلفة ولا لا؟ لا في ولا مالهاش قواعد اصلا؟ لا لا، هو فيها قواعد، هو في اكثر من قاعدة يعني حق التدريب. يعني في عندك بريطانيا غير عن امريكا، وامريكا غير عن قواعد اللعبة. يعني اسلوب اللعبة. اسلوب اللعبة. اسلوب قواعد واحدة بس الاسلوب مختلف. الاسلوب مختلف. المدارس مختلفة. طب ليه طب هي دي قواعد ولا اسلوب بقى؟ ثواني، ان انا العب داخل القفص. لا 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 لا، ده شكل الشو. ده شكل الشو. طب ده اسلوب ولا قاعدة؟ ده لا، ده شكل ملوش دعوة بالاسلوب ولا القاعدة. طب ايه الاسلوب وايه القاعدة؟ القاعدة قواعد اللي احنا بنقول عليها حاجات ثابتة في كل الدول، زي السيف الامان، زي طريقة اللعب. الاساسيات. الاساسيات. تمام. الاسلوب، طريقه اللعب نفسها. يعني مثلا عندك حاجه اسمها المدرسه الانجليزي، ده بيلعب دايما، تلاقي بيلعب ارض كتير قوي. يعني تلاقي الانجليزي يحب يلعب ارض كتير، يحب يعمل شو رسلينج، يعني مسكات، قبضات، كلام كده كتير كده. تمام. عندك مثلا المدرسه المكسيكي، او مدرسه اللوتشا مثلا، ده تلاقيه على الحبال على طول، يحب زي ريمستيريو. أيوه. تلاقيه بيجري على الحبل، يعمل جمباز، يعمل حركات بهلوانيه. فده الاسلوب. تمام. بس هي نفس القاعده، هو نفس المسكه، نفس القبضه، نفس الارتطام بالارض، بامب، نفس كل حاجه، نفس ترتيب الماتش، كل حاجه نفس القواعد. هي نفس القواعد. بس الاسلوب او شكل اللعب نفسه مختلف. طيب هسالكم انتوا الاثنين سؤال بس مختلف شويه. اللعيبه في مصر لعبت مصارعه. انت لعبت مصارعه، ولعيبه عربيه لعبت مصارعه. انت لعبت مصارعه بس لعيبه شفناها على الشاشات. لا، على الشاشات دي صعبه شويه. ليه بقى؟ احنا في مصر ما بنسمعش غير الدبليو دبليو اي. طب في يعني في طبعا في شركات كتير. طب كتير. قول اسامي شركات. عندك امباكت. امباكت. تمام. عندك. طب دي بتتذاع ولا بتتذاع؟ طبعا بتتذاع، بس مش ملاش جمهور في مصر زي الدبليو دبليو اي واخده مصر كلها. عندك ترابل اي. ترابل اي. ترابل اي ده في المكسيك. عندك فيها لعيبه مصريه. لا مش لعيبه مصريه، لعيبه في ناس بيلعبوا في اوروبا، في ناس بيلعبوا في امريكا على فكره، في مصر. من مصر. معروفين؟ لا مش معروفين برضه. ما لعبتش في الدبليو دبليو اي مش هتتعرف. طيب لعيبه عربيه.
نابع عربي معروفين. مفيش. طب ايه السبب بقى؟ شوف انا سالتك السؤال ده، انا عايز اعرف السبب ايه. السبب ان الجمهور ما بيتابعش غير الدوري المصري. يعني مثلا لو هاجي مثلا في كمال الاجسام، في لعيبه مصريه وفي لعيبه عربيه وفي لعيبه معروفه راحوا ودخلوا البطولات وفازوا ببعض الميداليات او بعض البطولات. هو المشكله ان احنا هنا في مصر او في الوطن العربي ما بنعرفش غير الدوري. طب ما ينفعش حد من مصر يروح يلعب في الدبليو دبليو؟ لا، في مصر ناس راحت بس لسه ما لعبتش. يعني هي راحت بص انا هقول لك الموضوع بالنسبه للمصارع بيزنس. تمام، للمصارع بيزنس طبعا. تمام. انت بيزنس من اي ناحيه؟ انت بتاخد اجر على الشغل ده. انت مش بتروح تلعب عشان بتحب المصارعه، انت بتاخد اجر على الشغل ده. انت بتاخد اجر على الشو ده؟ اه طبعا انا باخد اجر. تمام. استنى بس، شركه انتاج معاك واحده واحده بقى. ماشي. شركه انتاج. انت قلت لي دبليو دبليو اي دي شركه انتاج. ايوه وبتعمل شو؟ يعني انت كده بتصنف للمصارعين دولك ان هم بدور الممثلين مثلا؟ اه طبعا، بس مش ممثلين عاديين. ممثل. طب ليهم مواصفات خاصه؟ اه طبعا. طب اروح بس للكابتن حسين هتقيده في الكلام برضو؟ هزيد زياده. هزيد زياده. كنت بحاول بس لا لا، هو انا اقول لك، هو شوف الممثلين هيكون بالسيناريو ازاي. يعني ما يطلع الحلبة ويكلمه انا عاوز حضرابك وكذا كذا، ده سيناريو عشان يعمل ايه الماتش على اخر حاجه. ثواني، يعني اللي بنشوفه كمان قدام في بدايه المباراه ده كان على مسؤوليتكم. انا ماليش دعوه، على مضمونتي. السيناريو اللي احنا بنشوفه قبل المباراه المصارعه او فيما قبل، ان حصل خلاف ما بين ما اعرفش مين ومين، وفي مشاكل ما بينهم، وفي ضرب ما بينهم، ومين ضرب مين، واثناء وهو داخل الحلبه يتخانقوا مع بعض، وبعد كده يطلعوا فوق وتحصل خيانه في المباراه مثلا، حد يجي يكلم حد. أيوة. والكلام ده كل ده متفق عليه. متفق عليه. سيناريو. شركه انتاج وشو وممثلين. بس مش متفق عليه، انت بتأدي دورك، انت مالكش علاقه بالحاجه. ايوه انا بتكلم انت بتأدي دور في الاتفاق. سيناريو مكتوب وانت بتأديه. انت شغلتك انك تأدي الدور بتاعك بس. طب ما فيش اي نوع من انواع الضرب لو انت عملت حاجه زي دي هتتجازى وتتقاضى. تتجازى او تتقاضى. جاي لك يا كابتن حسين. انا بقول لك حاجه، قبل ايام الثمانينات والتسعينات كان WWE يعملوا انه يكونون البيبي فيس لحالهم، يكونوا مع بعض، والهيلز مع بعض. ده تصنيف المصارعين، يعني الطيب والشرير. يعني الطيب والشرير. بس هم اصحاب، بس قدام الناس اعداء. دول اعداء. ايوه اعداء. هم اصحاب، بياكلوا بيشربوا وبيقعدوا مع بعض ونهزر مع بعض ونخرج مع بعض كده. اقامتهم بتبقى فين؟ مع بعض. يعني تلاقينا انا وانت ضربين بعض ومعورين بعض قدام الناس، تلاقينا بيتين في نفس السرير. يمكن يوصل لكده. حصل في الكويت عندكم عرض؟ انت كان 95 96 دبليو دبليو اي. دبليو دبليو اي 95 و96. كان ليه جمهور قوي؟ كان جمهور قوي. فاكر المصارعين اللي كانوا فيه؟ مين؟ كان شون مايكلز، اندرتيكر، ستون كولد، النجوم كلهم. حصل عرض في مصر؟ طلعوا لي جت مصر. امتى؟ تقريبا ايام الثوره كده، مش فاكر 2009 ولا 2010، حاجه زي كده. 2010 2011 حاجه زي كده. وكانت تذاكر مبالغ كبيره قوي، كانت تذكره واقفه. نجحت؟ طبعا نجحت في مصر. هي تقريبا اخر حاجه كانت في السعوديه. لا، السعوديه ده في عقد كبير من بينهم وبين السعوديه، تقريبا 400 مليون دولار في السنه. بعيدا عن العقد، بس هي تقريبا اخر حاجه في دوله عربيه. شغاله في السعوديه. شغاله في السعوديه. السعوديه احتكار دلوقتي. احتكار دبليو دبليو اي. السعوديه محتكره دبليو دبليو اي. بيعملوا عرضين في السنه تقريبا. عرضين في السنه. طيب، عايز تقول رساله اخيره يا كابتن حسين قبل ما ناخد فاصل؟ الرساله حق المصارعين، اللي حاب مصارع، اللي حاب عاوز يصير مصارع، اللي عايز يبقى مصارع، اللي عاوز يصير مصارع يجي عند كابتن وليد. يجي عند كابتن وليد. اشمعنى كابتن وليد؟ اقول لك طب انت كابتن وليد. يجي عند كابتن وليد. اشمعنى؟ لا او شيء يجي عند كابتن وليد يعني. يجي هو يجي لك وبعد كده تديه له. ايوه. اتفاجئ. طب وانا اتفاجئ. هو كابتن حسين اتفاجئ ان في ناس كتير جدا بيتفرجوا على التلفزيون ما مارسوش مصارعه. المصارعه لها قواعد ولها اساليب ولازم تتعلمها من مصارع محترف. فهو اتفاجئ ان في ناس بتتفرج من التلفزيون
وبتغري الشباب هنا تقول لهم تعالى انا اعلمكم مصارعه. انا شفت بعض الاكاديميات واصابات ومشاكل رهيبه، لان زي ما انا بقول لك مشكله كبيره جدا. ما انت لو ما نفذتش حركه بطريقه معينه سيف بطريقه معينه، انا هقول لك احنا بنضرب في اماكن معينه محدده كمان، يعني انا ما ينفعش اضرب مثلا ناحيه القلب، انا بضرب ناحيه اليمين. الحاجات دي لا، هو بيتفرج في ضرب بيضربه ما يعرفش، بيقلد الضربه، بيقلد الضربه زي ما بيتفرج عليها في التلفزيون، ما مش فاهم. ففي ناس مشاكل كتير، هو شاف الحاجات دي فهو زعلان من الموضوع ده. يعني اليوم 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 حبايبنا انا دربتهم، كان اليوم قصده لعيبتنا، لعيبتنا اليوم انا جيت امس ولا اول تمس جيت مصر وانا كلمت وليد، قلت وليد عاوز اشوف المصارعين، المصارعين المصريين. لسه لسه احنا عددهم كام بقى؟ لا هيقول محمد كابتن محمد وكابتن ميد هيقول لكم على كل حاجه. كابتن محمد نورتنا كابتن حسين، وكنت سعيد جدا، نورت مصر ونورت كل صاحب جمال، وتحياتي لكل الشعب الشقيق الكويت، واحلى تحيه عليك وبالتوفيق دايما. استنوني بعد الفاصل مع الكابتن محمد مصطفى المعلق الرياضي الخاص بلعبه المصارعه المحترفين في مصر والوطن العربي. استنوني. مساء الخير، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم اسرار مصارعه المحترفين في مصر، ونجيبها بتفاصيلها. كان في الفقره الاولى انا بالنسبه لي انا كمتابع مصارعه فتره من الفترات حرقوا لي كل اللي كنت بشوفه، اكتشفت ان كل ده بيقولوا شو متفق عليه حاجات كتيره، هنفهم بس كل التفاصيل دي تاني واكتر مع كابتن محمد مصطفى المعلق الرياضي الخاص بلعبه مصارعه المحترفين في مصر والوطن العربي. مساء الفل يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن، وشكرا على الدعوه الكريم. الله يخليك، سهرناك معنا. لا ابدا، انت راك في الالوف. لا كلامهم صح طبعا، الناس يعني هيقولوا كلام وانا اكمل لك وراهم الكلام كمان. لا ما هو ده طبيعي، لازم ده طبيعي. الناس في مصر تعرف، لان من حوالي 30 سنه اتقدمت فكره غلط عن مصارعه المحترفين. طب اتقدمت يعني ايه؟ اتقدمت فكره غلط يعني كان اي حد بيقدم برنامج لمصارعه المحترفين كان بيخاف يقول الكلام ده، يقول ان انا عدد المشاهدين عندي هيقل، الناس هتخاف ومش هتبتدي تتابع مصارعه المحترفين. ده طبيعي ممكن يحصل. لا، جيل الانترنت اللي جه بقى فاهم بشكل كبير قوي يعني ايه مصارعه محترفين، فبقى بيعرف، لانه اصلا ما بقاش بيتابع كمان مصارع العربي، بقى بيتابع المواقع. طب خليني اقول لك حاجه، انا لما اكون عارف ان الاثنين اللي بيتخانقوا دولك او الاثنين اللي بيضربوا في بعض دولك بيمثلوا، انا ما عنديش حماسه للعب. بالعكس، المصارع ده انسان كامل، يعني ده راجل ممثل ورياضي كامل ولاعب كمال اجسام، وهو لازم يتابع لسبب. احنا بدأنا قصة ومسلسل ما بتنتهيش الا مثلا بعد مرور من 5 لـ10 أسابيع. قصة ومسلسل؟ ايوة، سيزون ليه 13 حلقة بمعدل 3 شهور، وبتبتدي الامور. بقول لي شركة انتاج وممثلين وانت تقول لي قصة ومسلسل؟ ايوة طبعا. طيب ماشي، قصة ومسلسل يعني ايه قصة ومسلسل؟ طب انت بتقول لي طبعا، انت بتأكد الكلام دلوقتي برضو ان ده تمثيل والكلام ده كله؟ طب انا بشوف الجمهور بره الاجنبي في بعض الاتحادات، هو بقولش الاتحادات برضو، لبعض الشركات. اسمها اتحادات ولا شركات؟ شركات. شركات. زي شركة WWE مثلا. تمام. WWE. بشوف جمهور، واللي رافع صورة جون سينا طبعًا، واللي رافع صورة شون مايكل، واللي رافع صورة أندرتيكر، ودخول المصارع فيه ترحيب وحاجة غير عادية، وبيشجعوا طبعا. وانت بتقول لي هو عارف ان هو بيمثل؟ لازم. هنضرب مثل. بيشجع بالطريقة دي ليه؟ او متحمس ليه؟ هقول لحضرتك مثل. احنا كلنا بنحب جاك شان. وجاكي شان بالذات في اخر افلامه لما التتر بينزل بيورينا الغلطات اللي كان بيغلطها وهو صح بينفذ الحركات، وكلنا بنستنى علشان نعرف الغلطات اللي كان بيغلطها في الحركة. طيب اذا كان ده شيء مقبول في الافلام بتاعت السينما، ليه مكروه في المصارعة؟ مع ان المصارع بيعمل حاجات اكتر من كده ولايف، يعني احنا في السينما بيبقى مصرح. فيه بنعيد بدل المرة 1 2 3، انما المصارع هنسمي المصارعة زي المسرح، مسرح ولايف. والمصارع درجة احترافه أعلى من الممثل، إنه بيديك الحركة والحركة ما بتتعادش قدام الناس. يبقى علشان كده. طيب عشان كده ليه جمهوره. ليه جمهوره. طب برضو الجمهور بيروح بالعدد ده ليه وعارف إن ده تمثيل؟ لأنه بيتابع الأحداث وفي بطولات بيتم اللعب عليها. وبعدين هو على قد ما هو تمثيل، المصارع لو خد حركة غلط بيتصاب أكتر من لاعب الكورة ولاعب الكيك بوكسينج. يعني انا اديك، لو اديتك تاريخ اصابات مثلا اندرتيكر، مفيش حته في جسمه ما اتصابش فيها على مدار ال 25 سنه. اندرتيكر ري ميستيريو اللي بيلبس الماسك ده عمل حوالي، شفت لك صور معاه، التقيت بيه اكتر من مره، دي حتى كانت في قطر. دي كانت الصوره دي فين؟ دي كانت في قطر تقريبا. هاتوا لي صور، هاتوا لي صور. وكان في صور في السودان، دي كانت في السودان.
دي كانت في السودان. في صور كتير جدا يعني. انما ري ميستيريو عمل 6 عمليات في ركبته بسبب اللعب. بسبب اللعب. لان طب ما هو في ضرب اهو. ما هو في ضرب وفي غلطات. هو احنا بنقول يعني الاصابه من الخطا. الاصابه من الخطا من تلقي الضربه او اطلاق الضربه. يعني هو ممكن يضرب الضربه غلط مثلا، لو المصارع مش واخد باله ممكن ايده تيجي في الرينج بوست كسرت له عظم ايده اللي هو الحديد. تمام. وممكن المصارع يتلقى الضربه غلط، هو بيتعلم ازاي يستقبل الضربه اكتر ما بيكون غلط. طيب هسالكم سؤال، انتوا انا هقسم بس الحوار لشقين، هخليك انت في الشق الاداري شويه. تمام. وهخلي الكابتن وليد في الشق الفني. تمام. بما ان هو مدرب في الشق الفني، طب ده سيناريو اتعمل او قصه اتكتبت، مين هيلاعب مين، مين هيفوز، وايه الحماس اللي في المباراه او ايه الحماس اللي في البطوله. طيب بيبدا يتدربوا على ده ولا هو خلاص كل واحد يدور عارف هيخش يعمله بدون تدريب؟ انت عاوز تسال عن الماتش بتعمل ازاي؟ طيب ببساطه خالص، انت بتبقى عارف انت النهايه بتاعه الماتش تبقى دي متحدده. تمام. بس انت بتلعب من غير اي حاجه. ده ايه؟ ده تدريب عندي في الاكاديميه بتاعت المصارعه بتاعتي. ده مش ضرب؟ لا، ده كنت بدي دوره في المصارعه في الاردن. طب المباراه مثلا، في مباراه ما بين كابتن وليد وكابتن حسين كنتوا موجودين. بتعملوا بروفا للمباراه دي؟ لا، مفيش بروفا. في مصارعين ممكن تعمل بروفا بس انا ما بحتاجش بروفا. طب ازاي مفيش بروفا وبيبقى متفق على اللعب؟ لا احنا عارفين النهايه، بنبقى عارفين النهايه ايه ومش محتاجين بروفا لاننا محترفين، فاحنا فاهمين هنعمل ايه. طب الضربات إيه؟ مش محتاج بروفا فيها. انا والمصارع بنتكلم بعض واحنا بنلعب. ازاي بنتكلم بعض وانت بتلعب؟ باللمس، بالكلام، بنتكلم بعض بنقول هنعمل ايه يعني من غير بروفا. خالص مش محتاج. هو في سيكريت كود بين المصارعين وبعضهم. سيكريت كود. زي لغه سريه. اللغه دي بتعتمد على ضربه معينه على الجسم، لمسه او حتى كلمه مكان معين. الكاميرا ما بتكونش مديه في زاويه، فانا بقول للمصارع 1 2 3 عدد الحركات اللي جايه. استنى، الكلمه دي مهمه يعني. كمان حتى الشغل الفني. انا قلت لك المصارع ممثل شامل، بيبقى عارف مكان الكاميرات فين وطريقه التصوير فين، فبيقدر يستغل البلايند سبوتس اللي في الكاميرات فيبتدي يتكلم مع للدرجه دي. ايوه. يمكن الكلام اول مره حد يعرف. انت بقول لك تدمرت لي اللعبه. طيب خلينا طيب، في مصر ليه ما عندناش ثقافه ان انا يطلع عندي مصارع؟ خلينا نساله فني ولا نساله اداري؟ لو اتكلمنا على الفني. اكلمك على الفني. لا احنا اولا انت عشان تطلع مصارع محتاج حد مصارع يعلمك. تمام. لازم مصارع. طيب. لازم مصارع اتعلم مصارع على ايد مصارع قبل كده. طب هكمل معاك في الفن. في مواصفات معينه في اللعب؟ لا، يعني مثلا في الجسم، في الشكل، في ده القوه، كله عشان تبقى فاهم. كل ده بيجي من التدريب وبيجي من الشغل. انت بتشتغل على جسمك. انا مثلا كنت رفيع قوي وكانش عندي عضلات وكانش عندي الحاجات دي، اشتغلت على نفسي وعلى جسمي وعلى شكلي لما بقيت كده. طيب علشان اعمل فريق مصارعه برضو نفس الطريقه هدرب مجموعه من الناس. تمام. طيب هاخدها برضو من الناحيه الفنيه، هروح للحته الاداريه. من الناحيه الفنيه، انا كونت مثلا 10 افراد. تمام. عايز اعمل بطوله. ببدا اعلمهم مصارعه كويس قوي، وبعد ما اعلمهم مصارعه ببدا اصنع لهم كاركتر، شخصيه يشتغلوا بيها. كاركتر كل واحد ليه طريقته وطريقه اللعب بتاعته والشخصيه اللي بيطلع بيها وطريقته في الكلام، لان الموضوع مش لعب مصارعه بس. انت بتتعلم ازاي تتكلم وتتحرك على الحلبه، وازاي يبقى بينك انت والناس اثاره وكلام. ازاي انا عايز اقول لك على حاجه، انا يعني عمال افكر في الكلام. صح، في مصارعين كتير مثلوا بالظبط ونجحوا في التمثيل وبتبقى بوابه زي الروك وجون سينا وستون كول ستيف اوستن. ناخد محمد من اسكندريه. تمام. محمد مساء الفل. السلام عليكم. مرحبا بحضرتك يا فندم، ومرحب بكباتن اللي مع حضرتك. تحياتي ليك وتحياتي لكل اهل اسكندريه. بص يا فندم، انا عندي بس وجهه نظر في حكايه مصارعه المحترفين. انا متابع للمصارعه يعني من زمان، انا عندي 26 سنه بس انا يعني من زمان بتفرج على المصارعه وعارف المصارعين حتى لحد دلوقتي. تمام. هتسالني حبك للمصارعه ايه؟ هو فندم في على فكره، في اللي انا عايز اوصله لحضرتك او اللي انا اعرفه لك، احنا بنحب ليه المصارعه؟ انا واحد شفت مثلا في مصارعين ماتوا على الحلبه. في مصارعين انت في احساس داخلك ان اللي قدامك ده حقيقي، هو في شو. انا بس ايه بتكلم مع حضرتك. طب انت معايا استاذ محمد.
ايوه انت لما سمعت الحلقه دلوقتي، انت مع ان هي لعبه شو ولا لعبه قتال بجد وفي ضرب وفي عنف؟ لا اقتناعي، انا اقتناعي وانا بتفرج ان في ضرب وفي يعني لعب زي بروك ليزنر، يعني في لعب. طب بعد ما سمعتنا في الحلقه؟ ايوه فندم. بعد ما سمعتنا دلوقتي في الحلقه انا برضه هتفرج على المصارعه، لاني بحب المصارعه. لازم تتفرج على المصارعه. لازم تتفرج على المصارعه. بص ليه بقى يا فندم، يعني لعب زي بروك ليزنر، بس هوصل لحضرتك حاجه. ايوه اتفضل. هي اللي انا عايز اوصله لحضرتك، هي الشخصيه اللي قدامك بالظبط، او يعني واحد زي بروك ليزنر ده انا بشوف لازم اتفرج عليه، لان الراجل ده يعني في 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 مباريات فيها لم وفيها بيتهيألي، يعني ان دلوقتي الوضع اختلف عن زمان حسب رؤيتي يعني، او حسب احساسي انا دلوقتي الوضع اختلف عن زمان. يعني بتبقى في مباريات هارد كور مثلا بيبقى دي فيها حضرتك كراسي وفيها مصارعين بتتضرب، تحفظ مصارعه بقى. لا لا ممتاز. لاعب زي هوجن، لاعب زي هوجن دوت قال لك انا غيرت 12 مفصل في جسمي تقريبا. ايوه صح. بس يعني ده انا لما اسمع كده واشوف هوجن لازم اتفرج عليه، اتفرج على الراجل اللي بيسارع. روك ليزنر، جولد بيرج، في لاعب اسمه كريس بنوا اكيد حضراتكم عارفين ده مات برضه على الحلبه. ايدي جاريلو دوت يعني كابتن اللي معاك عارفين انا متابع جيد المصارعه. ما هو باين من اسامي من اسامي الالعاب. انا عايز اكلم حضرتك فيه، في لاعب اسمه برون سترومان دلوقتي ده حاجه فظيعه وفن. المملكه العربيه كانت لسه مستضافه بطوله مصارعه المحترفين، حضرتك لازم تتابع وتشوف. ايوه في ضرب فن دلوقتي غير زمان. ممكن زمان كان في شو، لكن انا باكد لحضرتك ان دلوقتي لا، في اصابات بقت بتحصل فعلا، دليل ان الضرب دوت لو مش مرنين عليه مش هيحصل يا جماعه. يعني معلش لاعب زي بروك ليزنر ده بيلعب جولد بيرج، انا هبص على الاثنين دول طالعين يمثلوا؟ لا استحاله طبعا. جولد بيرج مصارع وناس بتضرب بعض فعلا يا فندم، دلوقتي الوضع اختلف عن زمان كتير، دي وجهه نظري يعني فعلا. تحياتي ليك يا استاذ محمد، واحلى تحيه لاهل اسكندريه كلهم. ام مصطفى مساء الفل. مساء الخير كابتن محمد. مساء الفل عليك يا ام مصطفى. ازيك يا كابتن؟ الله يخليك، تسلمي، ربنا يخليك. السلام عليكم وعلى الكباتن مع حضرتك. الله يخليك. تتفرج على المصارعه ولا لا؟ والله يا كابتن محمد انا ما كنتش بتابع في الاول برامج رياضيه خالص، انت انا عشان بحبك فبدات ان انا اتابع. الله يخليك، تسلمي. والله العظيم حقيقي. ربنا بس عايز اقول لك الحلقه بتاع النهارده يا كابتن محمد هي حقيقي شالت عن قلبي اهم كتير. انا الولاد كان عندي بيتفرجوا على المصارعه وكنت ببات متنكده، لكن لما عرفت من الاستاذ من كابتن حضرتك ان هي مجرد شو كده او حاجه ترفيهيه، فدي يمكن ريحتني شويه، لان كنت ببقى نايمه متضايقه قوي قوي من كميه العنف اللي احنا كنا بنشوفها. بس كنت عايز اسال الكابتن المعلق، هل هو سيناريو انت بتبقى عارف داخل عارف انت هتعلق ان ده يبقى كسبان؟ يعني عارف ان سؤالها بتقول لك وانت متعلق، يعني بكون عارف النتيجه حضرتك تقصدي؟ يعني بتبقى عارف انت داخل عارف ان ده هو اللي هيكسب وعشان كده بتدي له كل الاهتمام. طب هو السؤال لا يا فندم، بص انا فاهم حضرتك ام مصطفى، انا ببقى داخل اتفرج يعني لحد، يعني انا فاهم حضرتك اتفرج على حد معين وحط ان انا اتفرج عليه ان هو هيكسب. ايوه ايوه. لا هو فانت هو حضرتك برضه بتبقى داخل عارف ان انت مثلا ده هيكسب. السؤال ليه شقين، انا هسأله له يا ام مصطفى. على فكره السؤال ليه شقين يا ام مصطفى، وتحياتي ليكي وميرسي جدا على الكلام الجميل، واحلى تحيه لام مصطفى وربنا يخليك. اخد حازم وبعد كده نسال اسئله. حازم مساء الفل. مساء الخير يا باشا. مساء الفل. لا نوطي التلفزيون واسمعني من التليفون. وحضرتك انا بحس ان حاضر انا بحس ان المصارعه دي فيها شو، يعني مش حقيقه. انا كلامي صح ولا انت شايف يا حضرتك؟ المصارعه فيها شو، ما هو الكباتن بيقولوا كده، الكباتن بيقولوا هي كلها شو استعراضي على شكل رياضه، بس في منها حره مباشر، صح حضرتك؟ ايه ماشي يا حازم، شكرا ليك يا حازم وتحياتي ليك. انا مش سامعك عشان انت بتسمعني من التلفزيون. مساء الفل عليك. طب نرجع عشان الوقت قرب يعدي. طيب انا شايف قدامي حزامين، انا بس قبل ما السؤالين بتوع مصطفى بتقول لك انت بتشوف المباراه قبل ما بتعلق عليها؟ لا خالص خالص، ما تعرفش مين هيفوز؟ لا خالص. طب حتى انت علقت على مباراه مسجله اكيد، انت مسجله ولايف؟ طيب مسجله ولايف، المسجله لما بتجي لك بتشوفها ولا برضه بتعلق؟ لا في الغالب المعلق زي المصارع. زي المصارع حتى لو مسجله؟ انت بتبقى عارف الحركات؟ لا مش بحتاج ان انا اتفرج عليها قبل كده. مش محتاج، انت عارف اسامي الحركات وعارف تاريخ كل مصارع فتقدر تتكلم عليه كويس. طيب انا هخش في الحزامين دول، بنشوف في المصارعه تقيله قوي طبعا. اشمعنى الحزام
اشمعنى الحزام شكله كده يعني؟ يعني اولا هو تقيل علشان حزام حقيقي، عشان حزام يعني حقيقي. مش حزام بتشتريه ريبليكا او حزام للاطفال يلعبوا بيه، ده حزام لبطل. ده حزام لبطل؟ حزام لبطل في الاتحاد. طيب والحزامين دول اول حزامين مصارعه محترفين يدخلوا مصر. طب دولك بتوع مصر يعني مصارعه مصريه ولا مصارعه، عايز اعرف بس. والبي دبليو او دي بي دبليو او ده يعتبر اول اتحاد مصري. استاذنك لو اقدر اخد الصوره. اتفضل اتفضل. اول اتحاد مصري وده حزام بطل شركه شركة بس بيتقال عليها اتحاد علشان يبان ان الاطار رياضي. هم ليه دايما بيعملوا كده؟ هو في نوعين من الابطال. هقول لك على سر. البطل اللي وسطه بيكون صغير وما يقدرش الحزام ده يشيله في وسطه لان جسمه صغير من وزنه. لا وجسمه صغير فما يقدرش يلف الحزام على وسطه هيفضحه، يحطه على كده فبيضطر يروح عامله كده على كده. تمام. المايك بس المايك خبط. فهنا كده بيبقى المصارع جسمه صغير شويه. في عندك ابطال كبار بقى زي هالك هوجن والناس اللي جسمهم كبير وحضرتك كده عشان في طول يلبسه في وسط عادي. يلبسه مفيش مشكله. طيب مواصفاته ايه الحزام ده؟ والله الحزام بيمثل شخصيه الاتحاد. شخصيه الاتحاد ازاي؟ يعني لو كان اتحاد ميزانيته قليله او شركه ميزانيتها قليله ما بيكونش الحزام بالجوده دي. والحزام دايما عشان ده مثلا بتاع بطوله العالم كان بيعجبنا بتاع الدبليو دبليو اي او الكبير اللي بيلف ده معمول مخصوص لجون سينا. معمول مخصوص لجون سينا وتغير بعد ما جون سينا خسر لقب بطوله العالم، يمكن قعد مع ايدج شويه. طبيعي. هو على فكره في معايير عشان البطل يبقى بطل عالم اساسا. في معايير؟ ايوه. بيبيع قد ايه؟ شعبيته عند الناس قد ايه؟ نسبه مبيعاته بتاعه التيشيرتات بتاعته قد ايه؟ بيتباع مثلا كم تيشيرت؟ بس نفس الحزام كان مع ايدج. لا التاني اللي هو بيلعب بنظام الافعى ده اسمه راندي اورتن. راندي اورتن صح كده. هو طبعا مش هيغير الحزام بعد خساره جون سينا وراندي اورتن لان راندي اورتن هيرجع يخسر الحزام وجون سينا هياخده تاني والناس اللي بتتابعه عارفه. طيب انت في وسط الكلام بتقول لي اول اتحاد مصري اول شركه مصريه اول شركه مصريه الشركه المصريه دي بقى نتكلم عنها بقى كده شويه علشان نكون ادينا حقها. هي حلم احنا بنحلمه. يمكن كنت اتكلمت مع حضرتك قبل الهوا كتير في الموضوع ده. حصل. الكيان العربي لمصارعة المحترفين مش موجود في الشرق الأوسط دلوقتي إلا في دولة بتحاول ودولة تانية لسه برضو بتجري في الموضوع، وإحنا في مصر كمان إيه ابتدينا نحول الموضوع لشيء عملي. لشيء عملي. يعني بقى فيه أكاديمية وبقى فيه أحزمة وبنحضر دلوقتي البطولات. أكاديمية وأحزمة وبتحضر دلوقتي البطولات. والبطولات هتكون جامعة بين المصريين والأبطال الأجانب. الأبطال الأجانب زي مين؟ والله انا مش هقدر اقول لك اسامي معينه بس احنا ممكن نقول كارليتو، كريس ماسترز، اسامي الناس عارفاها اللي بنشوفهم. ايوه اللي بنتفرج عليهم. وفي ابطال تانيين هيجوا من اوروبا وهيجوا من المكسيك. طب انا ما اقول لك ايه البطوله او هي اسمها بطوله ولا دوره؟ تقدر تقول عليها بطوله او عرض. او عرض. العرض ده يعني عايزين نعمل عرض، ايه اللي بيتم يعني عشان اعمل عرض ده؟ ايه اللي بيحصل؟ اجراءاته ايه؟ التفاصيل بتاعته ايه؟ من بدايه الفكره لحد النهايه خالص ولحد الشو ولحد الاحزمه وتترفع. طيب من البدايه لازم الدوله اللي بيتم تنظيم العرض فيها تبتدي تمهد وتساعد، يعني تسهل في الاجراءات او التصاريح، يعني ما يكونش فيه دوشه تصاريح مثلا لازم اخد اذن من جهه كذا وكذا. لا بس من حق اي دوله هيتنظم فيها المكان طبعًا. ده على سبيل المثال مصر مثلا. انا اقصد ان يكون في تسهيلات، يعني يكون في رغبه لا من في الدوله. في فرق ما بين التسهيلات وفي فرق ما بين ان انا بقدم تمام عرض انا شايفه من جهه انا كدوله. من الناحيه الفنيه فنيا وامنيا تمام. فنيا وامنيا تمام. وشكليا وحضاريا وكل حاجه. طيب من ناحيه فنيا هيفيد مصر جدا لو احنا هنتكلم على الدوله اللي هتحصل في مصر. تمام. لان هنا احنا جايبين ابطال عالميين وهم من الناس اللي هم بيحبوا ينشروا حضارة الدولة اللي هم بيزوروها. تمام. يعني بيكون عنده قدرة ان هو يزور الأماكن السياحية، يزور معهد الأورام وكل الكلام ده. على فكرة المصارع ما بيحبش يتقاضى أجر على حاجة زي كده بالنسبة للبلد اللي هو فيها خالص. هو بيحب كمان يعمل كده، يحب طيب. يعمل حاجة الإنسانية دي. ايه تاني؟ تاني حاجة احنا بنتكلم على حاجة هتبقى لأول مرة في مصر، والحاجة اللي هتحصل في مصر ديت ممكن تتنقل للعالمية وتبقى أكبر من كده، ان احنا نعمل اتحاد قوي بتاع مصارعه محترفين ما حصلتش في مصر.
كانت الفكرة نفسها مش بتورد على دماغ حد. إيه اللي موقف الموضوع غير تظبيط بعض الإجراءات؟ والله اللي موقف الموضوع فكرة التسويق، يعني الرعاة نفسهم المصارعة لسه جديدة عليهم، فلسه يعني فكرة إن حد يبتدي يسوق كويس. يبقى أنا كده فهمت منك إن أنت عايز سبونسر أو راعي بالزبط. للموضوع بالظبط يتم صرف، يعني هيصرف على الموضوع؟ هو ما يصرفش، هو هيشوف الجوانب الفنية اللي عايدة عليه، جانب الدعاية التسويق للمنتجات وعاملة ازاي. انما احنا عندنا قدرة الحمد لله ان احنا نوجد البطولة دي نعملها. تعملوها؟ اه. طيب ماشي، السبونسر والتسويق، وبعد كده اختيار اللاعبين والتسويق عليهم. اختيار اللاعبين على حسب بقى، حتى الرعاة نفسهم ممكن يدخلوا في شكل اللاعبين. في حاجة في بالي كده، مثلا لو مثلا طيب. لعبت هنا بطولة جبت فيها جون سينا مثلا، تمام، انا اقدر اسوق بيك حاجات كتيرة، اقدر اسوق بيه سياحيا، اقدر اسوق بيه اعلانيا، اقدر اسوق بيه لبعض الشركات المعلنة ان كانت شركات كبيرة او فوق متوسطة. بالظبط، بس احنا هنبقى عن اسم جون سينا طبعا او اي مصارع. لكن انا بدي مثال يعني، ويقدر يعمل كمان منتجات. يعني انا شفت صورتك مثلا مع ريم ستيريو ينفع يجي؟ ينفع يجي لو طيب. لو مثلا ريم ستيريو هنا معروف بشعبيته، انا اقدر استغله تسويقيا في بعض الامور كتير. طبعا صح طبعا. يعني هنا لو السبونسر، لو السبونسر هنا ممكن يوجه او يستغل النجوم في اكتر. طب انا هقول لحضرتك على حاجه حصلت بجد. اتفضل. جون موريسون اللي هو واحد من المصارعين المعروفين كان عنده استعداد يمثل مثلا، حتى قال لي شوف لي اي فيلم عندهم رغبه ان هم يشركوا مصارع اجنبي انا اجي امثل. وفعلا كنت بدور في اعلانات الفتره اللي السنه اللي فاتت كان فيها نجوم بس ما جاش مصارعين محترفين يشاركوا في نجوم في افلام او فقرات قبل كده. الحلقه خلصت بسرعه. سبحان الله. لينا لقاءات تاني ان شاء الله. نورتني كابتن محمد. شكرا على دعوتك الكريمه. الله يخليك. نورتني كابتن. نورك حبيبي. الله يخليك. تسلم، ربنا يخليك. خلصت حلقتنا وكل روح الرياضه لسه شغال. اتمنى اكون وصلت معلومه النهارده في مصارعه المحترفين، ان كانت هتعجب بعض الناس او مش هتعجب بعض الناس. الناس دي عندها هدف وعندها طموح تنشئ الشيء ده في مصر بشكل كويس، تطلع مصارحين، تعمل الشو ده على الكلام اللي هم قالوه، الاستعراض او الشو هنا يعملوه بشكل كويس في مصر، وهنجيبوا نجوم عالم يقدموه هنا. كل الدعم ليهم على اللي هقدر عليه ان شاء الله باذن الله. تحياتي للمشاهدين، وما تنسوش عاش اللي بيلعب اي رياضه يبعت لي اي فيديو ويصوره لي، واللي ما بيلعبش رياضه برضو العب، يعني اجري مشاه اي حاجه وصور الفيديو ابعته لي ازعقولك في فتره عاش. نورتوني. شكرا. الله يخليك. الى اللقاء.